متوقع أن توصل مصروفاتنا بعد 15 سنة إلى حوالي 35 إلى 40 مليار. متوقع أن النفط إذا ما وصل 200 دولار ما رح يغطي مصروفاتك. إيش بتسوي؟ شلون تضمن مستقبل عيالك؟ شلون تعيش في نفس البحبوحة اللي إحنا عايشين فيها الحين الحية؟ هني يأتي دور المجتمعات كلها، المؤسسات كلها، الحكومية والأهلية واللا حكومية، عشان تحقق هذه الأهداف الحية. لما ننظر إلى الأخوة إلى أول عقب ما حطينا الأهداف، ننظر إلى دور الحكومة والمجلس، نجد أنه هو للأسف بعيد عن هذه الأهداف. للأسف لا زال يركزون على المصروفات. المجلس الحالي والمجلس السابق لم يأتي بإيراد واحد جديد، كل القوانين مصروفات، قوانين صرف صرف صرف، ما في قوانين إيراد. بينما مجالسنا السابقة، وهذه أول ملاحظة، كل مجلس مجالس سابقة اللي شيت فيه أنا شخصيا، كل مجلس كان يجيب إيراد جديد للدولة. قانون دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص 2.5% من أرباح الشركات يروح حق صندوق دعم العمالة، 2.5% من أرباح الشركات. قانون الزكاة 1%. قانون تنمية صحة للوافدين، كل وافدي يحط حق صندوق الضمان حق الوافدين. تسجيل العقارات، ارتفعت مساهمة رسوم التسجيل العقاري. عندك الموضوع رسوم القضايا ارتفعت. فكان في نية لتطوير الإيراد وزيادة عشان مثل الاعتماد على النفط. هذا توقف من 2013، ما في إيراد جديد أبدا، كل الإيرادات كلها من النفط، وبالعكس اللي يزيد. تصوروا مجلس 2013 يا أخوان أخوات، ياب أنشأ 13 هيئة مستقلة وملحقة بكوادرها، برواتبها، بمناصبها اللي قاعد يصير عليها تنافس وبرشوتات تعيينات وكذا، إنشاء هيئات جديدة ما كان لها داعي أبدا. زيادة مصروفات الحقيقة